ازيكم؟ دي تالت حلقة هنتكلم فيها عن مشاريع التطوير اللي بتتعمل في مصر دلوقتي. اتكلمنا قبل كده عن مشروع تطوير القاهرة الخديوية او وسط البلد، واتكلمنا كمان عن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وهسيب لكم اللينك بتاع الحلقتين هنا ممكن تشوفوهم. النهاردة بقى هنتكلم عن مشروع تطوير تالت شغالين فيه بقالهم فترة برضو، ومش بعيد قوي عن المشروعين اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، هو تقريبا يعتبر جزء منهم، وهو مشروع تطوير العشوائيات. بس في الاول طبعا لو انت اول مرة تشوفنا ومهتم بالفن المعماري، انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة، وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، لان ده بيفرق معانا جدا في انتشار الفيديو. وخلينا نقول احنا عايزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك. واهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري، انا احمد علي، ويلا بي خلينا في الاول قبل ما نتكلم عن العشوائيات في مصر نعرف الاسباب اللي خلت اصلا في عشوائيات في البلد. وطبعا اهم الاسباب دي هي الزيادة السكانية الكبيرة اللي حصلت في 50 أو 60 سنة اللي فاتوا، لان زي ما انتم شايفين عدد السكان في مصر سنة 1900 كان 9 مليون نسمة بس، ومن 1900 ل 1950 زدنا 10 مليون، يعني بقينا 19 مليون نسمة، ومن 1950 لغاية 2000 زدنا 46 مليون، يعني وصلنا ل 65 مليون نسمة. وفي الفترة ما بين 2000 لغاية 2020 احنا زدنا 37 مليون نسمة، لغاية ما وصلنا دلوقتي لحوالي 102 مليون، وده طبعا معناه ان معدل الزيادة السكانية في مصر كبير جدا. وطبعا بالاضافة للفساد اللي كان موجود خلى الحكومة مش قادرة تسد احتياجات الناس من السكن، وطبعا الناس اضطرت انها تتصرف وبدأت تبني اماكن علشان تعيش فيها هي واسرها، ما هم اكيد مش هيباتوا في الشارع. ومن هنا ظهرت المناطق العشوائية في كل حتة في القاهرة، وفضلنا نعاني من المشكلة دي على مدار العشرين او يمكن الثلاثين سنة اللي فاتوا، لغاية ما الحكومة قررت الحمد لله انها تتصرف اخيرا علشان تحل الكارثة دي تحت مسمى مشروع تطوير العشوائيات. وطبعا ده بالاضافة لانشاء المدن الجديدة علشان تستوعب الزيادة السكانية اللي حصلت. وطبعا بدأوا انهم يراجعوا الدراسات الكتير اللي كانت معمولة زمان عن المناطق العشوائية علشان يقدروا يحددوا حجم المشكلة، وفي الاخر قدروا انهم يقسموا المناطق العشوائية اللي موجودة في مصر لتلات انواع: مناطق غير آمنة، مناطق غير مخططة، أسواق عشوائية. وطبعا كان لازم يبدأوا بالمناطق الغير آمنة لأن دي خطر جدا على الناس اللي عايشين فيها، والمناطق دي كان عددها في مصر 357 منطقة بيعيش فيهم أكتر من 246 ألف أسرة، يعني تقريبا 1.2 مليون نسمة، متوزعين بقى على أغلب محافظات الجمهورية. القاهرة لوحدها فيها 54 منطقة، واسكندرية فيها 10، والجيزة فيها 31 منطقة. الجميل في الموضوع أننا بدأنا في تطوير المناطق دي كلها مع بعض في وقت واحد علشان نقضي تماما على المناطق العشوائية في مصر، وتقريبا المشروع ده بدأ من 2015 ولغاية دلوقتي احنا خلصنا منه حوالي 90%، ومش فاضل غير 10% بس حاليا هم شغالين فيه. ولو ركزنا على القاهرة فزي ما انتوا شايفين القاهرة فيها 54 منطقة عشوائية متقسمين برضو لدرجات، هو كلهم مناطق غير امنة بس برضو قسموهم لدرجات علشان يحددوا مدى خطورة كل منطقة، في مناطق مهددة للحياة ومناطق سكن غير ملائم ومناطق تانية مهددة للصحة، واخيرا مناطق حيازة غير مستقر. والتعامل مع المناطق دي كان عن طريق انهم بيخلوا المكان من كل السكان اللي عايشين فيه، ويا اما بيدولهم تعويضات او بيوفروا لهم اماكن سكن بديلة في مكان قريب زي منطقة الاسمرات اللي في المقطم او منطقة اهالينا 1 و2، او بينقلوهم مؤقتا من المناطق دي لغاية ما يطوروها وبعد ما تخلص خالص يبدأوا يرجعوهم تاني. والكلام ده حصل في أماكن زي مثلث مزبيرو أو سور مجرى العيون، والكلام ده اتطبق على أغلب العشوائيات اللي موجودة في القاهرة زي منطقة نزلة السمان اللي نقلوا سكانها وودوهم حدائق أكتوبر، وعزبة أبو قرن وغيرهم كتير. المهم إن بقى في خطة واضحة من الحكومة للتخلص من كل المناطق العشوائية اللي موجودة في مصر واللي كنا بنعاني منها السنين اللي فاتت وكانت بتسبب مشاكل كتير لدرجة إننا خلاص كنا شايفين إن ملهاش حل. ده كده اللي حصل بالنسبة للأماكن الخطرة. نيجي بقى للأماكن الغير مخططة، ودول 135 منطقة بيسكن فيها 1.1 مليون أسرة. المناطق دي ما كانش ينفع انها تتزال بالكامل زي اللي حصل في المناطق الخطرة لان وضعها مستقر، هي بس كان لازم يحصل فيها عملية تطوير، يعني مثلا يشيلوا المباني الخطر اللي فيها، يرصفوا الشوارع الرئيسية، يبلطوا الشوارع الداخلية بالانترلوك، يحسنوا بقى الخدمات اللي فيها سواء كهرباء او صرف صحي او تليفونات، او حتى يوفروا فيها شبكات لمكافحة الحريق، ينظموا الاسواق العشوائية اللي موجودة فيها، ويطوروا النوادي والمراكز الرياضية
كل الكلام ده من الاخر يحصل فيها تطوير شامل. والكلام ده حصل فعلا في مناطق زي الزاويه الحمراء وعزبه ابو حشيش في حدائق القبه وبعض المناطق في حلوان. والموضوع ما وقفش عند القاهره وبس، لا ده كان بيحصل في كل المحافظات، الوادي الجديد والمنيا والبحر الاحمر وغيرهم كتير. المشروع شغال على مستوى الجمهوريه كلها، وحاليا هم خلصوا تماما 56 منطقه من ال 135 وشغالين في ال 79 اللي فاضلين. معنى الكلام ده ان في خلال سنه او سنتين بالكتير مش هيكون في عشوائيات في مصر حرفيا. حلم كلنا حلمنا بيه ونقدر نقول دلوقتي انه بيتحقق، ومش بس اتحقق، ده كمان اتحقق في زمن قياسي. ده انجاز للحكومه ما ينفعش ننكره ولازم كلنا نعترف بيه الحقيقه. طيب انا كاحمد مبسوط من اللي حصل؟ جدا، حقيقي انا سعيد جدا باللي حصل في ملف العشوائيات في مصر. بس في مشكله لازم اطرحها برضو علشان اكون عادل في تقييمي للموضوع، وانا عارف ان ناس كتير ممكن تزعل مني في الكلام اللي هقوله ده، بس هو لازم يتقال. خلينا بس في الاول نكون متفقين ان كل المشاريع اللي اتعملت كسكن بديل هي افضل 100 مره من البيوت اللي كانت الناس عايشه فيها في العشوائيات. ولكن لو بصينا على المشاريع دي من وجهه نظر معماريه، وهو ده هدفي من القناه اصلا، انا مش مطلوب مني ان انا اطلع واقول انجازات بتحصل وخلاص. احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم عن العماره، فالمشاريع دي من وجهه نظر معماريه كاننا بالظبط حولنا العشوائيات اللي كان بيبنيها الناس لعشوائيات مقننه بتبنيها الحكومه. اغلب المشاريع تقريبا مفيش فيها اي نوع من انواع التصميم او حتى مراعاه للناس اللي هتسكن، يعني زي ما بنسميها احنا كده مخازن بني ادمين، ابراج عاليه، شقق كتير، بيوت كلها قريبه من بعض، مفيش فيها تهويه او اضاءه بشكل مناسب، حتى شكل البيوت من بره والالوان اللي استخدموها سيئه جدا. تحس ان مفيش مصمم معماري حط ايده في المشاريع دي. يمكن افضلهم هي المشاريع اللي اتعملت في منطقه القاهره القديمه، دي اللي التزموا فيها شويه بالطابع المعماري للمكان وعملوا فعلا بيوت شكلها كويس، نقدر نقول ان دي اتعمل فيها مجهود حتى لو بسيط في التصميم. انما بصراحه المشاريع اللي زي الاسمرات ومعا واهالينا وبشاير الخير في اسكندريه هنلاقي مستوى التصميم المعماري فيها سيء جدا، وبعد كام سنه هتكون هي دي العشوائيات الجديده. بصراحه احنا مش كل يوم بنعمل النوعيه دي من المشاريع، فانا كان من رايي اننا مدام صرفنا وعملنا اننا نعمل الحاجه اللي نفتخر بيها قدام العالم كله وتفضل عايشه لسنين قدام، الحاجه اللي تحسن صوره العمران سواء في القاهره او في اسكندريه او في اي مكان. احنا مش بنعمل حاجات علشان تقعد سنه او سنتين، لا، احنا دلوقتي بنرسم صوره مصر ل 100 سنه قدام، فلازم نرسم الصوره اللي نفتخر بيها فعلا. ويا ريت ما اسمعش النغمه بتاعت احنا كنا فين وبقينا فين وان كده احسن 100 مره من العشش اللي كانت موجوده والكلام اللي انتوا عارفينه ده، لان والله انا مقدر جدا المجهود اللي اتعمل، وفعلا المشاريع دي احسن من اللي كانت موجوده زمان بكتير. بس انا كان ممكن اتقبل المشاريع دي لو الاهالي هم اللي بنينها بنفسهم، انما ما دام الحكومه هي اللي بتعمل يبقى لازم تتحكم في الذوق العام والطابع العمراني للقاهره. وعلى فكره برضو مش هي دي المشكله الوحيده، لان مثلا في مشروع زي مشروع مثلث ماسبيرو واللي كان عليه جدل كبير جدا واغلب المعماريين انتقدوه، ووجهه نظرهم كانت اننا لما صدقنا اننا قدرنا نتخلص من المباني العشوائيه كلها اللي كانت موجوده واللي كانت عامله كثافه سكانيه عاليه جدا، واصلا منطقه وسط البلد زحمه وما كانتش مستحمله، فكان المفروض اننا نستغل المنطقه دي اننا نعمل فيها حديقه مثلا زي حديقه تلال الفسطاط او اي حاجه ترفيهيه ما يكونش عليها ضغط كبير من الناس، انما مش نبني ابراج سكنيه عملاقه زي اللي بتتعمل هناك دلوقتي، هيسكن فيها طبعا عدد كبير جدا من السكان، هيعمل ضغط على الشوارع والخدمات في المنطقه اللي هي اصلا مش مستحمله. ده غير ان الابراج شكلها سيء جدا بالنسبه لمنطقه وسط البلد، يعني احنا بنبني مشروع في منطقه وسط البلد بالعمارات التحفه بتاعتها واللي هتتحول كلها المتحف مفتوح ولاقي جنبها ابراج بالشكل ده، ده حاجه مش منطقيه ابدا. يا جماعه في حاجه اسمها الطابع العمراني للمكان، لازم نحافظ عليه، لازم نلتزم بيه. ده في اماكن بره بيكون ليها قوانين ما ينفعش ابدا تعمل فيها مبنى مختلف عن الطابع المعماري للمنطقه اللي حواليه، مش كل واحد يبني بيت يعمله بمزاجه او بالشكل اللي يريحه، الكلام ده مش موجود. على العموم دي كانت وجهه النظر المعماريه عن مشروع تطوير العشوائيات. تقريبا نقدر نقول اننا تناولنا الموضوع من وجهات النظر المختلفه وعرفنا ايه هي الايجابيات بتاعته وايه السلبيات. بس برضو باكد في الاخر ان رغم كل المشاكل اللي اتكلمت عنها دي، المشروع ده يعتبر انجاز لازم كلنا نعترف بيه. بس كده خلصت حلقتنا النهارده، لو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وحكايه جديده من حكايه معماري.